السلام عليكم حباباتي، كي داير لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى لكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم البنات جيت بغيت نقدم لكم الحريره المغربيه، كتجي على هذا الشكل. هذا البنات كتجي رائعه. تبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش تستافدوا من لا فيديو. يلا البنات كونوا هذه الوصفه ديالي. السلام عليكم حباباتي، كي داير لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى لكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم البنات من خلال هذه المقادير غتفهموا بانني جيت بغيت نشارك معكم الحريره المغربيه اللي كتجي لذيذه وكتجي بنينه وكتجي معشبه رائعه ديال جميع المواسم، يعني كتكون في العام كامل. كنتمنى البنات تنال الارضاء ديالكم وتعجبكم طريقتي في التحضير ديالها. المكونات ديال الوصفه ديالي، اول حاجه غادي ناخذ المطيشه، انا كتعجبني تكون فيها مطيشه بزاف البنات. كناخذ هنايا الحمص، القزبر ومعدنوس، الكرافس، بصله وحده مشلطه، العدس، السمن، الشعريه كتكون مغرده مرقيقه مويان، العطريه وزيت المائده. هذا البنات ناخذ المطيشه بسم الله. الحمص، ناخذ البزار، جنجبير، كركم أو الخرقوم البلدي، قفصة ملح، الملح على حساب الطنجرة، ناخذ الزيت، زيت المائدة، وندير البصلة تاعي. السمن، معلقة كبيرة البنات. هنا دشنا البوطة ديالنا، غادي نغسل العدس وغادي نضيفو الخليط ديال الحريرة. من بعد البنات ملي درنا الخليط كنزيدو عليه العدس وكنغلقو عليه، كنخليوه يتشحر خاطر خاطر. أنا نرجع معكم البنات من بعد ما تقلت ليا، تقلت كلش. هانتوما البنات اللي بغا يدير فيها شويه القرفه يديرها، كتجي بنينه ولذيذه. دابا غادا نمرق البنات، نمرق الزيت اللي غيطيب ليا فيه الحمص. تقريبا كديتو حتى لجوج لتر ديال الماء، هكا
نخليو البنات حتى تصفر ليا وتطيب ليا الحمص ونرجع معكم. البنات نقلب الحلاله ديالي، انتما واش طابت ولا باقي؟ واش طاب الحمص ولا لا؟ يلا انتما معايا البنات. شويه نرجع شويه، عرفتي ريحه السمن، ريحه الكرافس رائعه البنات. حتى نرجع معكم. اسرار الحريره باش تجيكم زوينه تجي لذيذه وتجي بنينه هي انكم في الاخر ديروا لها واحد شويه ديال الكرافس. انا هذا كيكون عندي في اللهجه، ولكن كنبغي ندير الحريره ضروري كنجيب الكرافس كنقطعو وكنرميه في الاخر كيعطي واحد البنه رائعه. عندي العصفور ولكن بحال هكا كيكون غير شويه كنبغي نديرو غير بيدي كنقطعو بقطع اللي كنا كنقطعو بها قديم. انا وراي لكم دابا البنات واخا تشوفو البنات داكشي كلو انه كان في الثلاجه وفي الفريكو كلو ما عنديش حريره زوينه، بالعكس داكشي كنديرو حيت حنا بعض المرات كنتهاو الحريره هاكا كنكونو جالسين كنتهاو كنجبدو الريضه هي كطيبوها ماشي تنسينو نعكزو عليه كنقولو كلشي موجود نوضو نطيبو حريره نتعشاو بيها نديرو بيها كاس كراط شي واحد يكون صايم يشربها. قبل ما نطول عليكم الفيديو نكمل الطاب ديال الحمص ونرجع معاكم. نقلب الطاب ديال الحمص باش نرمي الشعريه ديالي وندور الحريره ديالي، خليكم معايا. البنات انا نشوف واش طاب الحمص، هانتوما الطاب ديال الحمص. انتوما البنات غادي غسلت الشعريه ديالي، راه كاين اللي كاين اللي كيدير الروز، انا اللي يعني كتعجبني بالشعريه غندير الشعريه وغادي ندير الكرافس اللي طحنت راه كتعجبني بالكرافس هذا، وغادي ندير بلاتي غادي نقاد معاكم طحين مع معلقه شوكولاتة باش ندور الحريره ديالي. غادي نحتاج الطحين رطب البيض، وغادي نحتاج مطيشة الحك بحال هكا. ندير معاكم الجاد اللي كندير انايا بحال هكا باش ما تعقدش ليا الحراره، وكنبقى ندير بحال هكا. كنبقى نقاد فيها مزيان باش ما نبقاش فيها الحبيبات الاول. حالكم مزيان you
البنات كناخذ القياس ديال المطيشه ديال الحك، عشان المطيشه ديال الحك كنديرها في كونديلات صغير، ما بغيتش نقوي باش ما تجينيش حامضه بزاف. في اخباركم البنات، نسيت ما درتش البوطه، خاصكم صايمه ما تديوش عليها. صافي كنبقى بحال هكا حتى ندير كامدين. شويه الماء هاك يا البنات، قاد لكم العجينه ديالكم. انا ما كندير فيها لا كنور لا والو، كندير فيها غير سمينه وديك اللي قامه اللي وريتكم والكرفس المعدوس. هاك البنات، هانتوما البنات، هذا هو الخليط اللي كندير كيجي على هاد القوام ديالو بحال هكا. صافي كنخليها حتى تغلي ليا هذا الحريره، عاد كنرميها. يلا البنات، اي حاجه غنشاركها معاكم. كتغلي ليا الحريره بحال هكا، كنبدا باش ندور. بسم الله، كندير في هذاك الطحين والمطيشه ديال الحك اللي درت. وكنبقى ندور بيديا باش ما تلصقش ليا لا شعريه لا حمص لا والو. هاك عرفتي راه كتجي اللون ديالها زوين. هاك هما البنات، كتجي رائعة. وكنخليوها على خاطراتي طيب هداك الطحين ديال ما طاب الطحين، وهذا عاد كيدير بنينة ريحة السمن وريحة الكرافس، رائع جدا 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 البنات. يلا نختم بالله ما نطول لكم في هذا، نخليها حتى تقرب طيب فيه ونرجع معاكم. اخواتاتي الا بغيتو تعرفوا الحريرة طابت لكم حتى تحيد من هاد الكسكوشة الفوقانية الحمراء، ها انا جمعتها لكم هنايا، كتحيد بنت كل يعني تولي كلها كتبان حريرة. هاي الكسكوشة خاص بقاش اتعرفو بان الحريرة صافي طابت ناضية. كلشي كيبان، كيبان الكرافس، كيبان الشعرية، كتبان الحمص. يلا بلا ما نطول عليكم الفيديو، هانتوما البنات راه داك الكسكوشة الحمراء مبقاتش ليا. تبارك على الحريرة ديالي طابت لي دابا، هي نقدمها لكم ان شاء الله. كتجي لذيذة البنات، جديدة وبنينة. يلا البنات حسن انا معاكم، البنات كنقدمو على هاد الشكل هذا، كتشميرات بالشباكية، بيضات مسلوقين. كاين البنات اللي كيدير البيض فيها الداخل، كتجي الحريرة ديالي على هاد الشكل هذا البنات، كتجي رائعة بالشباب بالكرافس وبالسمينة مطيشة والحمص، كتجي رائعة. يلا البنات اللي باقي متابونا عندي، يدخل يتابونا يفعل الجرس باش يجي من وصول جديد ديال وصفات البشرة. يلا حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.